كشف النهارده انا فخور انه كشف تم بايادي مصريه خالصه واحدى بعثات مجلس الاعلى الاثار، وكان لي الشرف ان ابقى رئيس هذه البعثه. الاحتفال بتاعتنا بدات من 2018، بدات بالكشف عن بعض المومياوات وبعض التماثيل اللي اعلناها في نوفمبر 18. واثناء العمل ولحسن الحظ اكتشفنا مقبره وحدي بال 64 تمثال اللي في حاله رائعه جدا من الحفظ. توجهنا غربا عشان نرفع الرديم، تقريبا كان بنتكلم على 7-8 متر رديم. اترفع 7-8 متر رديم، ظهرت مقابر الاسره السته طوب لبن. لم نتوقع ان المقابر دي اعيد استخدامها في الاسره 26. لينا فتحه كده ابقى اوريها لكم، هنا فتحه صغيره في الحجم بس ممتده كده شويه. بصينا فيها لينا 25 صندوق خشبي، 25 صندوق خشبي مختلف الاحجام والاشكال. نفتح صندوق نلاقي تماثيل، نفتح صندوق نلاقي مومياوات، نفتح تماثيل نلاقي امولكس، نفتح تماثيل نشاء وشبتي، نفتح تماثيل نفتح توابيت نلاقي اقنعه خشبيه. ايه ده؟ ده بجانب بعض التوابيت الخشبيه الملونه وفي حاله رائعه جدا. بس الغالبيه هنا كانت القطط، وده معروف اللي لها باستت. طب ليه موميتين الاسد اللي احنا واقفين عليهم دلوقتي دول الاسد الصغير شبل من 6-8 اشهر تقريبا، اتعمل سيتي سكان واكس راي عن طريق متخصصين عالميين في علم المومياوات، وكانت النتيجة دكتورة سليمة إكرام قالت أسد صغير، دكتور ريتشارد ريج قال أسد صغير بلا نقاش من 6-8 أشهر. لأول مرة يتم الكشف عن موميا أسد في أي حتة جمهورية مصر العربية. أنا فخور جدا بالكشف ده النهاردة لثلاث حاجات أساسية. واحد، تمثال الحجري لأكبر جعران في العالم، أكبر جعران في العالم. الحاجة الثانية، موميتين الأشبال أو الأسود الصغيرة. البعض هيقول لا، ما كان في قبل كده أسود اكتشفت. أنا عارف مش كمومياوات، كهياكل عظمية، لكن كموميا كاملة دي أول مرة. الحاجة الثالثة، التمثال الجميل للإله نيت، تمثال من خشب الأبانوس ومن الأخشاب إلى حد ما أخشاب نادرة، حالة رائعة جدا، جيد جدا للإله نيت. وده الثلاث حاجات من ضمن مئات القطع الأثرية اللي موجودة في هذا المكان. أتمنى إنه هذه الخبيئة توضع في إحدى المتاحف داخل جمهورية مصر العربية.